ليل ونهار. احنا عايشين كده ليلنا زي نهارنا ونهارنا زي ليلنا، بنصيف والدنيا حلوه والمسؤولين مبسوطين مننا قوي ان احنا بنقول الدنيا جميله وحلوه. ليل نهار جوه الخيم كده، بره بتشتي وجوه الخيمه بتشتي، يعني الدنيا حلوه بره زي جوه. عيال صغيره واطفال اهو سيادتك قاعدين بره زي جوه، اهو جوه الخيمه زي ما انت حضرتك شايف، بره زي ورا وزي قدام، كله شبه بعضه، والناس ماشيه في الشتاء عادي. ما انت هتقعد جوه الخيمه هتشتي عليك، هتطلع بره الخيمه برضه بتشتي عليك. طب ايه العمل ايه؟ شفت البهدله؟ شفت البهدله يا جماعه؟ ايوه بصوا الخيمه دي يا جماعه، بصوا الخيمه دي اتقلبت اهي، الخيمه اتقلبت اهي، شايفينها؟ بصوا الخيمه دي خيمه من الخيمه اتقلبت اهي يا جماعه، شايفين؟ ان المحافظه بتقول مفيش شتاء عليهم. بصوا خيم الناس، بصوا خيم الناس يا جماعه، دي اتقلبت فيها ناس على فكره. ها بصوا خيم الناس عامله ازاي، اتقلبت الخيمه اهي، اهي الخيمه، ايه الخيمه يا جماعه، الخيمه اهي اتقلبت اهو. اتفضلوا، ادي الشتاء اللي المحافظه بعت للرئاسه الوزراء بتقول مفيش شتاء عليهم. المجاوره حوالين منه، احنا متبهدلين من يوم 30/6. الناس اللي ماشيه دي محدش ماشي بمزاجه، المسؤولين هم اللي عملوا لهم اخله وادوهم المدارس. قعدنا 3 شهور في المدارس، وبعد المدارس جابونا هنا في مخيمات زي ما انتم شايفين. شتاء النهارده الشمس طالعه، ومعانا حريم ومعانا عيال صغيره، حرام يعني كده المفروض حد يطير ربنا فينا ويشوفنا احنا، والله حتى عشان العيال الصغيره عشان الحريم ديت.